وللحديث عن دور الميليشيات الإيرانية في سوريا ودول الجوار وحالة الاستنفار الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم، حياكم الله. تشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات في سوريا استنفارا أمنيا واسعا، وذلك يأتي بعد ضربات متتالية تلقتها في الشهر الماضي. إلى أي مدى يعتبر ذلك مؤشرا على استعداد طهران للرد؟ أبدا، إيران لن ترد الردود الموجعة، يمكن ترد عبر الانترنت أو الأونلاين. يعني حتى الآن صار في استهزاء كبير في الساحة السورية على أن الإيرانيين متشاطرين على المدنيين في سوريا وفي العراق وفي اليمن، لكن في الرد على إسرائيل أظن أنه حيردوا على الإنترنت والأونلاين لا أكثر ولا أقل، وقد عرفنا ذلك سابقا يفعلون، ربما يضربون صاروخا هنا أو صاروخ هناك، لكن لن يشعلوها حربا رغم التحدي الإسرائيلي لإيران. وهذا التحدي الإسرائيلي لإيران حقيقة راجع ليس للعداء الموجود بين إيران وإسرائيل، وإنما راجع إلى تقليم أظافر إيران. إيران يجب أن تبقى كيان وظيفي كإسرائيل لخدمة المصالح الصهيونية والاستعمارية في المنطقة، وإيران كذلك، ولكن أحيانا يقوم بعض القادة بتجاوز الدور المرسوم لهم فتحصل بعض الاشتباكات بين الحلفاء. ومعلوم يعني أن إيران تمتاز عبر علاقات مع إسرائيل بعلاقات اقتصادية كبيرة يرتبها يهود شيراز ويهود أصفهان ويهود طهران، ولهم مركز اقتصادي ومركز دبلوماسي يعتبر في وسط تل أبيب. فلا أظن أن الأمور تتوتر إلا لتخدير الرأي العام في العالم الإسلامي، لأن الأمريكان دأبوا والغرب كله على جعل إيران وكأنها قائدة العالم الإسلامي، لأن الحقيقة هي إيران الحصن الحصين للغرب في المنطقة والتي تمنع تجاوز المسلمين لحدود إسرائيل ولغيرها، هم حراس إسرائيل. والدليل على ذلك أن إيران تحمي بشار الأسد وقبله حافظ الأسد، لأن هؤلاء هم الحراس الأمناء لحدود فلسطين المحتلة أو إسرائيل الحالية التي تدعي العداوة مع جبهة الصمود والتصدي وإيران وغيرها، وكلها أكاذيب عرفها حتى الطفل الصغير في بلاد الشام والعراق. بعد استهداف العالم النووي الإيراني محسن فخري زاد في عملية نوعية وتوعد المرشد الإيراني بالرد، ما طبيعة الرد المتوقع من إيران، وهل سيكون مباشرا أم بواسطة الميليشيات؟ نحن نلاحظ أنه بعد مقتل هذا الخبير الإيراني لأسباب مجهولة حتى الآن، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هم في طور توقيع تفاهمات جديدة وإلغاء لما قام ترامب السابق بإلغائه، وإعادة النظر في الملف النووي الإيراني وإعطائهم فرصة 15 سنة قادمة لتخصيب اليورانيوم. وأيضا هناك اتجاه أمريكي بكل أسف لرفع الحصار المفروض، ما يسمى بالحصار الوهمي على إيران، والإفراج حتى عن الأموال الإيرانية المجمدة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه الأمور كلها فقاعات، لن تكون هناك حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك يعني التعيين الأخير لرئيس المخابرات الأمريكية المعروف هذا سابقا بأنه يعني يريد أن يقلم أظافر إيران أكثر من أي رئيس استخبارات سابق، ربما حصل مثل هذه الأمور كتمهيد لتحجيم الدور الإيراني، لأنه إيران خدمت أمريكا، خدمت إسرائيل، خدمت الغرب بتفتيت العالم الإسلامي بقضاء على دولة العراق الناهضة سابقا والتي كانت ستكون حصان طروادة في النهضة العربية الشاملة، قمعتها إيران بالتعاون مع الاستخبارات الغربية وإسرائيل. اليوم يبدو أن الغرب ربما يحاول بعد أن أنهك العراق بهذه الحثالة التي تحكمه وببشار الأسد وغيرهم، أنهكوا بلاد الشام كلها وخدموا إسرائيل، ربما بعد أن أنهكنا وظنوا أنهم أنهكنا يريدون بعث الاستقرار على كيانات ضعيفة وهشة. الاستقرار القادم لا يمكن أن تكون إيران هي أحد أجزائه،
إيران دورها تخريبي وضمان حدود إسرائيل كان بإضعاف سوريا والعراق، وقد تحقق هذا الهدف الإسرائيلي الصهيوني تماما على أيدي أصحاب العمائم السود في إيران. وبالتالي ربما إن كان هناك اتجاه أمريكي روسي في المنطقة واتفقوا على الكعكة في بلاد الشام وفي ليبيا وفي العراق وغيرها، ربما يتجه إلى إعادة إيران إرضاء لدول الخليج إلى حجمها الطبيعي بعد أن أنجزت بعض التخريب في البنية الديموغرافية السكانية في سوريا وتخريب البنية التحتية في سوريا. سرقوا ونهبوا حتى الأصائل من الخيول العربية السورية وحتى الماعز وحتى المخطوطات، خربوا هؤلاء الفرس الأنذال، خربوا كل شيء في حضارتنا في العراق وفي سوريا. ولذلك ربما من هذا المنطلق يتم تحجيم دور إيران لأنها قد أدت الخدمات وهي حذاء يرمى ويستخدم في أي لحظة. سيد صالح، هل نفهم من ردك أن تقليم الأظافر كما تفضلت سيكون من خلال الميليشيات المتواجدة في المنطقة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، أم أنه سيتم التركيز على الداخل الإيراني؟ حقيقة الأمر ربما سيكون هناك بعض الاضطرابات في لبنان، بعض المناكفات في سوريا بين الإيرانيين وبعض الفصائل حتى التابعة لروسيا أو بعض الثوار السوريين، ربما في سيناريو جديد في المنطقة حقيقة. وفي الداخل الإيراني أيضا سيتحدثون بالتحسينات الديمقراطية الشكلية في إيران ضمن توقعات للإدارة الأمريكية الجديدة، وإيران تعود نسبيا إلى حدودها أو حجمها الطبيعي. ربما يبحثون لها عن دور آخر في إفريقيا أو غير ذلك، لأنهم عبارة هم وأذنابها في سوريا والعراق عبارة عن مرتزقة. لاحظوا هذا العراق الجميل العظيم، بلد الحضارة، الغني بأمواله، الغني بعقوله، هجر العلماء إلى بلاد الغرب فأصبحوا خادمين للمشروع الغربي. السوريون هجروا إلى الغرب وأصبحوا خادمين للمشروع الغربي. إذن إيران حقيقة وجودها لخدمة هذه المنطقة، وأظن أن الإيرانيين سيتوقفون في خلال السنوات أو القليلة القادمة أو ربما الأشهر القليلة القادمة قليلا باستراحة المحارب، الالتفات إلى شؤونهم الداخلية، لأن هناك بوادر لثورة إيرانية داخلية ضد الملالي. ونسأل الله سبحانه وتعالى للشعب الإيراني الوعي والابتعاد عن الطائفية والقضاء على هؤلاء المجرمين الذين نفذوا كل فتنة في هذه المنطقة. أشكرك المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.